السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن منظومة صواريخ صقر 45. سمعنا من كام يوم عن ان روسيا طلبت من مصر 40,000 صاروخ من هذه المنظومة. المنظومة دي باختصار هي صواريخ منظومة راجمات الصواريخ للمدفعية عيار 122 ملي. بيبدأ المدى بتاعها من 10 كيلو الى 40 كيلو. هذه المنظومة بتصنع تحت مسميات مختلفة في اكتر من دولة من ضمنها مصر وكذلك دول اوروبا الشرقية. ليه مصر بتصنع المنظومة دي؟ لان مصر كانت من ضمن حلفاء الاتحاد السوفيتي من الخمسينات وستينات القرن الماضي. لهذا تم نقل التقنية وتكنولوجيا تصنيع هذه المنظومة في المصانع المصرية. شكراً.